اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. مين بقى بيحب البليله؟ يا سلام عليها وهي سخنه كده، وعليها شويه مكسرات، واللبن طبعا اساسي، هايله جدا، تبقى كمان مفيده وصحيه وهتنفعنا جدا على السحور. وطريقتها سهله وبسيطه، من غير بقى لا نقع طول الليل ولا تدميس ولا اي حاجه من الكلام ده. والسر هيكون في معلقه واحده، هتخلي الميه بتاعتها ثقيله ولونها ابيض وفاتح زي الجاهزه اللي بنشتريها بالظبط. بس قبل ما نبدأ، لايك وسبسكرايب وفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. بسم الله. هنحتاج نص كيلو من القمح، تمام؟ تجيبيه بقى سايب، تجيبيه شركات أكياس يعني جاهز، مش هتفرق. عامة القمح لازم يتغسل كويس قوي، مرة واثنين وثلاثة وأكتر كمان، لغاية ما ينضف، لأن هو بيبقى فيه حاجات كتير فلازم يتغسل كويس جدا. السر بقى هيكون معانا في إيه؟ معلقة الرز. الرز هيخلي المية بتاعت البليلة لونها أبيض وفاتح، وكمان هيتقل المية بتاعتها وهتبقى زي الجاهزة بالظبط، يعني مش هنحتاج ان احنا نشتريها تاني من برة. تقدروا دلوقتي تقوموا تجيبوا القمح، وبعد ساعة بالظبط هيكون معاكوا أحلى بليلة. عايزة أقولكم ان نص كيلو ده كمية كبيرة جدا، يعني تعمل حلة كبيرة. تقدري لو عدد أفراد أسرتك أقل تعملي كمية أصغر، يعني هيبقى ربع كيلو، هيبقى معاكي برضو حلو جدا، وهيعملك 4 أو 5 أكياس. فتعالوا بقى نشوف الطريقة ونبتدي ونقول بسم الله. أول حاجة زي ما قلتلكم ان احنا المفروض نغسل البليلة كويس، هي لسه ما بقتش بليله، يعني نغسل القمح، نغسله كويس جدا جدا جدا. بس قبل ما نغسله ننقيه، لان هو بيبقى فيه قش وحاجات كده عامله زي الزلط، فلازم تنقيه كويس. حتى لو هو اكياس ومقفوله فما تقوليش لا ده كيس فهو نظيف، لا، القمح لازم يتغسل كويس جدا، لان هو مهما يكون الشركه نظيفه او اي حاجه، بس بيبقى فيه قش وحاجات كده، لازم ان احنا ننقيه الاول ونغسله كتير، يعني تفضلي نقعيه شوية في الأول علشان ينزل أي تراب فيه أو أي غبار فيه ينزل، وتكوني منقية من القش والحاجات دي. وكمان تقعدي بقى تفركي فيه كده علشان ينزل التراب اللي فيه، لأن هو بيبقى مليان تراب، يعني افضلي غيري على المية لغاية لما لونها يبقى شفاف كده وما فيهاش أي تراب. وهنجيب الكمية اللي احنا هنعملها وهنزود عليها مية مغلية، نحطها في حاجة غويطة ونحط عليها مية مغلية تملأ الطبق كله، تمام؟ احنا بنحاول ان احنا نسرع من عملية السوا بتاعتها، بس مش هننقعها طول الليل ولا اي حاجة، هي مجرد ساعة واحدة بس، تمام؟ ونغطيها علشان كمان البخار يسرع من عملية السوا. وبعد ساعة هنصفيها من المية بتاعتها وهتكون ابتدت تدخل في السوا، تمام؟ وهيبقى نفشت كده شوية، يعني هتلاقوا حجمها كبر، تمام؟ هناخدها، ومحتاجين أكبر حلة بقى عندكم، يعني لو هتعملوا كمية النص كيلو هاتوا أكبر حلة عندكم، تمام؟ علشان يعني علشان تطلع حلوة وطعمها حلو وتستوي صح، يعني ما تبقاش ناشفة أو أي حاجة، المفروض تبقى محطوطة في حلة كبيرة، ويبقى كمان في مساحة فاضية، يعني بعد ما نحط القمح ونحط المية المفروض يبقى في مساحة فاضية كمان علشان تتدمس صح، تمام؟ أيوة بالشكل ده، دي أكبر حلة عندي جبتها وحطيت فيها القمح، وهزود عليها دلوقتي المية. وهنبقى كمان سايبين مسافة، يعني انا هزود ضعف كمية القمح مية، ولازم يبقى فيه مسافة فاضية في الحلة، تمام؟ ونحطها على نار عالية، ومجرد ما تغلي اول غلوة هنوطي عليها خالص لغاية لما اقل حاجة، يعني اقل نار عندكم بس على العين الكبيرة علشان الحرارة تبقى متوزعة صح. بس ما ننساش طبعا نحط معلقتين الرز، نص كيلو بياخد معلقتين رز. وبعد نص ساعة او ساعة لربع، يعني انتوا كل شوية افتحوا عليها وشوفوها هتلاقوها بالمنظر ده. بصوا المية بتاعتها حلوة جدا، انا مش حطلها كده لسه لبن ولا اي حاجة، هي دوبك استوت، اخدت معايا ساعة لربع وبقت بالشكل ده، حلوة جدا جدا. بس انا سبتها بردت فعشان كده تقلت شوية، المية بتاعتها تقلت شوية. نقدر بقى ان احنا نشيلها في اكياس في الفريزر ونقسمها. انا عملت معايا 6 أو 7 اكياس، مش فاكرة بالظبط، في كل كيس اخد 2.5 كبشتين، تمام؟ فهي عملت كمية حلوة جدا طبعا، والكيس كبير مش صغير.
ونشيلها بقى في الفريزر ونطلعها وقت السحور، هتبقى حلوة جدا جدا جدا. ونزود بقى عليها لبن ومكسرات كده، يعني مش قادرة اقول لكم انا جوعت بصراحة. تعالوا بقى تفضلوا معايا، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك وتفعلوا زرار الجرس وتشتركوا في القناة وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. لو عايزين اي حاجة تاني او اي وصفات قولولي في الكومنت. باي باي.